على خلفية وجود منظومات أنترنت غير مرخصة للعمل من قبل بغداد وتابعة لإقليم كردستان، أقدمت لجنة قادمة من بغداد برفقة دائرة اتصالات نينوى على إيقاف عمل شركة نوروز الكردية في المركز الثقافي الموقع البديل لكنيسة مارغورغيس التي تشهد مرحلة إعادة بناء، وذلك بناحية برطلة شرقية الموصل الخميس الماضي. إزالة هذا التجاوز أثار استياء رجال دين مسيحيين من الطريقة التي اتبعت لتنفيذه، وصفة الأمر بأنه يثير القلق لدى المكون المسيحي. كنيسة مارغورغيس للسيريان كاثوليك محترقة بالكامل نتيجة الأعمال الإرهابية لداعش، فما كان عندنا مكان بديل آخر إلا هذه القاعة وهذا المكان أن نستعمله، وإحنا نستعمله منذ سنة تقريبا ككنيسة. الذي حدث بالتأكيد بعث رسالة سلبية على الناس الذين عادوا من النزوح. إدارة البلدة رفضت تكرار هكذا حالات دون تنسيق معها وفق السياقات المعمول بها، كونها تعكر صفو الاستقرار في المناطق التي تشهد خلافا بين المركز والأقليم. طالب القوات الأمنية والأجهزة الحكومية التي تدخل إلى أي مدينة أي ناحية أي لا، يجب أن يكون هناك تنسيق بين الإدارة المحلية وبين القوات الأمنية. جهاز الأمن الوطني نفى للحرة قيام عناصره بالاعتداء على المركز الثقافي لكنيسة مارغورغيس، مؤكدا إزالة برج أنترنت نصب بطريقة غير أصولية بسبب تجاوزه على منظومة الأنترنت التي تستقطب الحزمة من إقليم كردستان. بدورها أشارت اتصالات وبريد نينوى خلال اتصال هاتفي إلى عدم انتهاك حرمة الكنيسة، وإنما جرى تم وفق تعليمات وزارة الاتصالات. مراقبون دعوا إلى توخي الحذر من تدخل جهات تعمد إلى زرع الفتنة بين مكونات سهل نينوى. يعني نحن نحذر بعض الجهات التي تحاول خلق الفتنة في تلك المناطق، نتمنى حقيقة أن تسود لغة الحوار وأن يعني يرتفع صوت العقلاء في مناطق سهل نينوى. دخول قوة عسكرية إلى بلدة متعددة المكونات دون سابق إنذار يخلق حالة من التوتر والقلق في صفوف الأهالي الذين عادوا إلى مناطقهم وكلهم أمل باستقرارها بعيدا عن الصراع بين المركز والأقليم. من بلدة برطلة شرقية الموصل، هيثم أحمد، الحرة.